البحث عن علا 2، احنا بنحاول ان احنا ما نركزش بس على علا، نشوف الرحلة الذاتية بتاعت كل الشخصيات. يعني كل الشخصيات اللي عندنا عندها رحلة، وبنتابعهم ازاي بيتطوروا، ازاي بيبقوا واجهوا تحديات، بيواجهوا مشاكل، وازاي انهم يخرجوا منها، وازاي في الاخر انهم يلاقوا نفسهم. يعني فهو ده، احنا حاسين ان هو ده التغير الكبير في الجزء ده عن الجزء اللي فات. أولى عبد الصبور بقى كشخصية اتغيرت جدا، بقيت حد يعني مسؤول أكتر، أو حد مش سلبي أو مش بيسكت. فاشتغلت ازاي على الشخصية؟ فكرة ان هي برضه من أكتر من 10 سنين، وبعد كده انت طورتيها شوية في 2022، وبعد كده بتطورها دلوقتي. فالكاركتر قدامك كنت بتطوري فيه ايه بالظبط؟ بالنسبة للفرق بين 2010 و2022، طبعا فرق السن وفرق الخبرة، فرق حد في عشريناته وحد في اربعيناته طبعا بيبقى فرق كبير. بس عشان احنا في البحث عن علا 1 كان فيه الهزة الكبيرة بتاعة الطلاق، وكان سايبة علا شوية مش متزنة ولسه مش عارفة تلم شتات نفسها يعني. لكن عندنا في البحث عن علا 2 بقت أهدى شوية، بقت أدلت، بقت مور ماتيور، بقت عندها وجهة نظر أعمق شوية في الحاجات، وبقت دلوقتي هي في حالة البحث عن البالانس بين الحياة العائلية والحياة العملية والبحث عن السعادة برضه. وانتوا شغالين على الشخصيات تحديدا على عبد الصبور، بتبقوا دايما في مثلا بترجعوا لهند صبري، ولا هو لا بنكتب كل حاجه وبنرجع لها في الاخر، ولا بتحط تاتشز معينه مثلا؟ هي هند شو رانر وبروديوسر في البروجكت، فهي اوريدي موجوده معانا على طول في وقت الكتابه. في الرايتنج روم بنبقى كلنا يعني بندي افكار لبعض، بيبقى في برين ستورمينج، بيبقى في بنحط مشاهد ونقترحها ونحط مواقف ونقترحها، فهو بيبقى شغل كله تعاوني. يعني فكرة السيلف لوف او فكرة الاعتناء بالنفس او فكرة البحث عن السعادة، كل دي من الحاجات اللي احنا بنحب دايما تبقى موجودة في كل سيزون. يعني انا في عايزة اتجوز حتى الاولانية ختمنا بيها المسلسل، في البحث عن علا الجزء الاولاني لما وصلت للكونكلوجن اللي هو لا خلاص، طب انا مش هرجعه تاني، لا انا هدور بقى على نفسي، انا هعمل ايه من دلوقتي. وفي الجزء الجديد وهي برضو بتدور على سعادتها جنب محاولة المحافظة على البالانس اللي بين شغلها وبين عيلتها. فيمكن دي رسالة موجودة في الثلاثة فيرجن بتوع علا، يعني اللي هو انت تستحقي ان انت تبقي سعيدة، وتستحقي ان انت تتحبي. ودي للأسف مش رسالة بنوصلها لكتير من الستات موجودة عندنا في المجتمع. يعني